قامت جيني بتحديث الإنستغرام الخاص بها مع كثير من الصور الجديدة، والتي أوضحت أنها كانت تستمتع بوقتها مع صديقتها وابنها في حديقة حيوانات دالاس، وذلك في اليوم السابق من الحفلة الأولى بورني بينك في دالاس. وتلك الصور شملت روزي أيضا، فربما التقطت هذه الصور بينما كانت روزي تسمح لجيني وصديقتها بقضاء بعض الوقت معا، لذلك رأى المعجبون روزي فقط. وفي نفس اليوم أيضا ذهبت جيس وليسا معا إلى المركز التجاري، وبعد هذا انتشرت صورة جديدة على وسائل التواصل الاجتماعي تحدث عنها جميع البلينك. فقد تم رصد أعضاء بلاك بينك في المطعم الياباني نوبو وهو يقع في هيوستن بولاية تكساس. اعتقد بعض الناس أن هذه ليسا أو ربما جيس بسبب صغر جسدها، ومع جلوس ليسا وروزي بجوار بعضهما البعض اعتقد العديد من البلينك أنه الآن قد تم حل الخلاف الصغير بين أصغر عضوتين. وقد أكدت جيسو على هذا بطريقة غير مباشرة من خلال قصة الإنستغرام الخاصة بها بعد هذا العشاء، لذلك يمكننا أن نتأكد جميعا أن روزي وليسا قد تصالح رسميا مع بعضهما البعض، خاصة بعد رؤية العديد من التفاعلات اللطيفة بين بعضهما البعض في أول حفل في هيوستن بالأمس. فأثناء غناء بريتي سافاج اقتربت ليسا من روزي وتفاعل معا، وكذلك ساعدت روزي ليسا في تعديل ملابسها. فعلى العكس من حفل دالاس، هذه المرة لم يتجنبوا بعضهم البعض، بل بالعكس اقتربوا أكثر وتفاعلوا. وفي الوقت نفسه أرسلت جيسو مؤخرا شاحنة قهوة وطعام لدعم صديقتها الممثلة هياري، وبالأمس عبرت هياري عن شكرها إلى جيسو قائلة التالي: هذه شاحنة القهوة والوجبات الخفيفة التي أرسلتها إلي جيسو على الرغم من كونها مشغولة في جولتها العالمية، لكنها لم تنسى الاعتناء بي، شكرا لك جيسو، هي الأفضل، أنا أحبك صديقتي. في هذه الأثناء أعلن المعهد الكوري عن سمعة العلامات التجارية الأخيرة، وقد احتلت بلاك بينك المرتبة الأولى وبي تي اس المرتبة الثانية والممثل جون جاي المرتبة الثالثة. وعلى الرغم من هذه الأخبار السعيدة انتشر مقطع فيديو أحزن البلينك، فأثناء الحفل الثاني في دالاس صرخت جيني فجأة، ثم رجعت جيني إلى الخلف خطوات قليلة وسقطت، كان ذلك أثناء أداء بريتي سافاج. اشتبه بعض البلينك في أن جهاز المايك في الأذن الخاص بها تسربت إليه الكهرباء ما جعلها تتألم، وعلى الرغم من ذلك تعافت بسرعة واستمرت في الأداء مثل المحترفين كما لو أن شيء لم يحدث. فما رأيك أنت في أخبار اليوم؟ إن أعجبك الفيديو لا تنسى دعمي بالإعجاب والاشتراك أيضا في القناة، وشكرا لك، إلى اللقاء.